السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المرة اللي فاتت كنا اتكلمنا بقى على الباسبورت والباسبورت سيشن، وازاي بقى الباسبورت سيشن بتبدأ تبعت الاي دي بتاع اليوزر في السيشن وبنسيبه في السيشن، وبدأنا ان احنا نعمل لها ريسيف عشان تبدأ ايه لما يحصل سيشن جديدة للباسبورت يبدأ ان هو يسيف على السيشن القديمة اللي هي كانت موجودة بتاعت الايه الاكسبريس. تمام. طيب وبعد كده بعتنا طبعا اليوزر، عملنا سيريالايزد ودي سيريالايزد والكلام ده كله الحمد لله فهمناه، وفهمنا الدنيا بتبقى ماشية ازاي في الباسبورت، وازاي اصلا الفايل بيترن وبيبدأ يتحط مع الفايل اللي هي اتعمل لها انستول اللي هو الكونفيجر اللي احنا كنا بنعمله. يعني كده الحمد لله قدرنا ان احنا نفهم الباسبورت بشكل ايه، يعني الحمد لله منظم شويه. طيب عايزين نبدا نعمل ايه النهارده؟ النهارده طب نفترض ان احنا عندنا اهو اليوزر، طبعا احنا كنا بنحط ايه اللي هو test.com ونبدا نعمل 1 2 3 4 5 6 كان بيبدا يدخلنا على البروفايل. طيب نفترض ان اليوزر دلوقتي بدا ان هو يحط مثلا باسورد غلط، لو دخل لو حط باسورد غلط هو ما بيدخلنيش ويبدا يرجع لي. يبقى اول حاجه ان احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين ان احنا نبدا نظهر الفاليديشن. طيب خلينا نبدا نظهر الفاليديشن. احنا كنا كده كنا بنعمل ايه يا شباب؟ كنا خلينا بس نرجع للابو بتاعنا اهو البرنامج بتاعنا. تمام. طيب احنا كنا هنا لو انت خدت بالك في الباسبورت انا كنت ببعت الفلاش مسج بتاعتي اللي هي ساين ايرور، تمام، اللي اسمها ساين ايرور. طيب انا كنت ببعت امتى؟ ببعت لما لو الميل ما كانش موجود او لو كان الباسورد فيه حاجه غلط مش كومبير مع الباسورد التاني. طيب انا كنت المفروض اجيبه فين؟ هبدا ان انا ارجعه لما بيحصل فيلير، خلينا هنا اهو، لما كان بيحصل فيلير كنت ببدا ارجعه على السلاش ساين ان. طيب يبقى المفروض كنا نيجي نعمل ايه؟ زي ما كنا عملنا قبل كده نعمل فار، تمام، فار ونسميها مثلا مسج ايرور اهي، تمام، ونقول انها بتيكوال الريكوست دوت الفلاش، تمام، وكان اسمها لازم تديها طبعا نفس الاسم اللي هو ساين ان ايرور. تمام. طيب يبقى احنا كده عملنا ايه؟ بدأنا ان احنا نمرر المسج، وكنا هنيجي هنا طبعا في الريندر ونبدأ نمرر له المسج بتاعتنا المسج، تمام، دي كانت اللي هي المسجز هتبقى اللي هي المسج ايه ايرور. طيب وخلينا نبدا نسيف. طبعا انا كده كده ما بداتش اخد المسج دي اوديها لمين؟ اوديها لملف الاتش بي اس زي ما عملنا في الساين اب، هو اللي هنعمله في الساين ان. يعني خلينا نبدا نفتح كده بقى ملف الاتش بي اس بتاعنا اللي هو كان مثلا الساين اب اهو. كنا بنيجي نعمل ايه في الساين اب لو انت فاكر؟ اهو كنا بنيجي نقول له نعدي على المسج نعمل فور لوب ونبدا ناخدهم ونبدا نظهرهم واحده ورا الثانيه. طيب خلينا نبدا ناخد زي ما هم كده كوبي بيست اهي كوبي، ونبدا نفتح الساين ان ونبدا نحطهم في الساين ان. تمام. يبقى احنا كده خلاص خلصنا المسج بتاعتنا. طيب خلينا نبدا نسيف، واليوزر برده مسيفينه، نسيفه تاني مش مشكله. طيب وخلينا نبدا نعمل مثلا نحط ادي الميل وادي الباسورد، نحطه اي حاجه هيبدا اللي هو يقول لك رونج باسورد. تمام. طيب لو حطينا الميل مثلا غلط، ميل مش موجود وليكن اللي هو تيست 3 مثلا، وبدانا نحط الباسورد اي حاجه، طبعا هو يقف عند الميل الاول، فيبدا ان هو يقول لك ايه ذيس يوزر نوت فاوند. يبقى كده الحمد لله الايه المسج بتتبعت في الاوثنتيكيشن. طيب في حاجة تانية أنا برضو لسه ما عملتهاش، إيه هي؟ إن أنا مثلا دلوقتي نفترض إن أنا دوست ساين أب على طول بدأ إن هو ما يطلعليش أي إيرور. طب بدأ ما يطلعليش أي إيرور ليه؟ لأن أنا لسه ما عملتش فاليديشن، هو المفروض كده حتى كمان ما راحش للباسبورت. يعني إيه؟ يعني دلوقتي في فاليديشن إن أنا ما حطيتش إنبوت أو الكلام ده، فأنا كنت عايز أعمل فاليديشن زي ما عملنا في الساين أب. تمام. يعني إحنا الساين أب أهي، فين الساين أب يا شباب؟ الساين أب كنا عايزين نعمل لها فاليديشن زي ما كنا عاملين. طب بص انا مش هكدب عليك الصراحه، هو زمان يعني قبل ما كان المديول اللي هو الاكسبريس فاليديتور اسف، قبل ما الاكسبريس فاليديتور كان يتعمل له ابجريد كنا بنعمل بنشيك على الفاليديشن بتاعتنا هنا عادي، وبنبدا نبعت الفلاش مسج مع الاوثنتيكيت. لكن دلوقتي اللي حصل ان الاكسبريس فاليديتور اتعمل له ابجريد، فانت ما تقدرش ان انت تروح تعمل فاليديشن الناحيه الثانيه. تمام. طب احنا المفروض هنعمل فاليديشن هنا. طب عشان نعمل فاليديشن هنا خلينا بس نقعد نفكر شويه كده مع بعض. عشان نبدا نعمل فاليديشن هنا ايه اللي هيحصل؟ انت عشان تبدا تيجي تعمل فاليديشن هنا، طب انا المفروض اجي هنا مثلا اهو اعمل الايه؟ اعمل الاري بتاعي. تمام. طب عملت الاري بتاعي، المفروض بعد ما اعمل الاري بتاعي هطلع بنتيجه اللي هو تشيك مثلا كذا 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 كذا، كل التشيكات دي هتبدا تطلع لي ايرور يا ترو يا فولس. طيب هو دلوقتي بدا يطلع لي كل الايرز اللي ايه اللي عنده. طيب المفروض ان اعمل ايه؟ المفروض ان كنت بخش على الكول باك فانكشن. طب انهي كول باك فانكشن؟ اسكان اصلا الباسبورت هي كلها كده على بعض وعباره عن كول باك فانكشن، وانا ما ينفعش مثلا اجي هنا، تمام، اهو اجي هنا مثلا وابدا اعمل مثلا فار كذا 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 كذا، لان ده اصلا عباره عن
ايه لو انت خدت بالك عباره عن اوبجكت، هي حاجه انت بتديها اسم بس، يعني مثلا سكسس ريدايركت تديها اسم، فيلير ريدايركت تديها اسم، هو بيبدا يشتغل ايه مع نفسه. طيب يعني دي كول باك فانكشن ما تقدرش ان انت تتعامل فيها. طب ما احنا ايه رايك نحط مثلا الكول باك فانكشن بتاعتنا اللي هي كانت الريكوست تمام والريسبونس والنكست. طيب احنا دلوقتي عملنا الكول باك فانكشن، خلينا نعمل كوما وخلينا نعمل الكول باك فانكشن بتاعتنا اهي عشان برضو ما ننساش تمام، ونبدا نعمل كده اهو، ادي الكول باك فانكشن وادي الاري بتاعنا. طيب خلينا نبدا نشيك على الايه الفاليديشن، بدل ما نقعد نشيك ونكتب تاني خلينا نبدا ناخدهم ايه كوبي بيست، احنا كده كده فاهمين ايه الكلام ده كله تمام، اللي هو تشيك الميل والكلام ده كله. طيب خلينا نبدا ناخدهم كوبي بيست اهو ونبدا نحطهم في الاري بتاعنا تمام. انا كده بدات اتشيك، بس انا طبعا مش محتاج ان ايه الكونفيرم باسورد، لان انا ما ببعتش كونفيرم باسورد تمام. طيب دلوقتي بدات اقول له لو الايميل امتي ابدا طلع لي الرساله دي، لو الايميل مش فاليد ابدا طلع لي الرساله دي، نفس الكلام الباسورد، نفس الباسورد نفس الكلام ايه الباسورد، لو ايه اللينس بتاعه اقل من 5 يبدا يطلع لنا الايرور ده. طيب المفروض هعمل ايه بعد كده؟ المفروض ان انا هبدا اخش على الكول باك فانكشن، ابدا اطلع الايرور لو في ايرور، وابدا ابعته للفلاش ماتريكس، ولو مفيش ايرور المفروض ان هو يكمل في الباسبورد. هو مش هيعمل كده عموما، مش هيكمل في الباسبورد، وهقول لك ليه وهنبدا نشرحها ونحلها ازاي تمام. طب خلينا بس الاول ايه نعمل ايه القصه بتاعتنا. طيب احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين اهو نبدا نيجي نعرف الايرور بتاعتنا تمام، ولو في ايرور هنبدا نخش على الفور لوب والكلام ده كله، ونعمل ريتيرن بعد ما نعمل ايه ريدايركت، بس طبعا مش هنعملها على الساين اب، هنعملها على الساين ان تمام. طيب خلينا نبدا ناخد الكلام ده كله اهو وننزل على الكول باك فانكشن بتاعتنا، اظن احنا كنا عاملينه قبل كده وفاهمين احنا بنعمل ايه تمام. هنا بس هنعمل ريدايركت على الساين ان عشان بس ايه ما نروحش في حته غلط، وفي نفس الوقت هنعمل ريتيرن الفلاش ايرور بتاعتنا كان اللي اسمها ساين ان ايرور، عشان ايه تبدا ان هو يمرر لها الفلاش، ان هو في السيشن هيبدا هنا يبص على الساين ان ايرور، ما لقاهاش او لقيت لقى اسم تاني بالنسبه له اصلا مفيش ايرور حصلت تمام، اللي هي الساين كان اسمها ايه والله نسيت، الساين ان ايرور تقريبا فين اهي الساين ان ايرور تمام. طيب ادي الساين ان ايرور تمام، وهبدا ايه اعمل الفاليديشن مسج بتاعت اللي كانت هتطلع من هنا هبدا امررها. طيب لو في اصلا لو في ايرور كان هيبدا يعمل القصه دي وهيبدا يعمل ريتيرن ومش هيخش. طب خلينا نسيف ونبدا نشوف اللي هيحصل تمام. طبعا احنا عاملين المسج بتاع بره. طيب خلينا نعمل test.com، او خلينا الاول نشيل test.com اسف، خلينا نبدا نعمل ساين ان هيبدا يطلع لنا الايرورز تمام مفيش مشكله. خلينا نبدا نحط ميل غلط اهو، ونبدا نحط باسورد اي حاجه، ونعمل كده مثلا ساين ان هيبدا يقول لك بليز انتر فاليد ايميل، معنى كده ان هو كان معترض على الميل ده. طيب خلينا نبدا نحط الميل مش موجود ونحط الباسورد اي حاجه، المفروض ان هو ما يخشش ويبدا يقول لك ان الميل ده مش موجود، بس المفاجاه ان هو هيبدا يعمل بص لو خدت بالك هيبدا يحمل وبالنسبه له ما شافش اي حاجه وما عملش اي حاجه. طب هي المشكله كده في ايه؟ المشكله ان هو المفروض ما شافش ايرور صح، يعني هو هنا اف ايرور امتي، هو ما شافش ايرور وما دخلش جوه الاف دي اصلا تمام، يعني ولا شاف الريتيرن ولا شاف اي حاجه، المفروض بديهيا انت بدماغك ان هو يبدا يكمل، بس هو ما بيحصلش كده. بص في قاعده عشان عايزك تبقى فاهمها، لما يكون عندك اتنين فانكشن اسف، لما يكون عندك فانكشن الفانكشن دي بتاخد اتنين فانكشن، الاتنين فانكشن دول يبقى عباره عن ايه؟ يبقى عباره عن كول باك فانكشن صح كده. طيب الكول باك فانكشن الاولانيه بيحصل لها ايه؟ بيروح يحصل لها اكسكيوت تمام. انا مش بقول لك، مش انا كنت بقول لك الويب ال اسمها ايه دي، الكول باك فانكشن بتروح الاول تقف عند الويب اي بي اي، يعني هياخد الاثنين فانكشن دول هيروح يحطهم في الويب اي بي اي، هياخد الفانكشن اللي جات له الاول اللي هو قابلها اللي هو بتاعت الريكوست والريسبونس والنكست، هيبدا يعمل لها اكسكيوت. كل الكلام ده هو بيكمل في الكود عادي، هو ما عندوش اي مشكله، بس خلاص هو حجز الاثنين فانكشن عنده. طيب الفانكشن الثانيه المفروض هيخش فيها امتى؟ هو مش هيقدر يرنها لانها جايه له في نفس الوقت، او مش جايه له في نفس الوقت لانها جايه له من نفس المكان، مش هيقدر ان هو يعمل لها اكسكيوت الا لما انت تقول له. طب على اي اساس انا اقول له؟ انا هقول له ايه بقى؟ هقول له بعد ما تخلص الفانكشن دي لو ما لقيتش ايرور وما لقيتش اي حاجه هبدا اقول له نيكست. يعني ايه نيكست اللي انا عملتها الفانكشن اللي انا اديتها دي؟ الفانكشن اللي انا بقول له نيكست دي بقول له معناها ايه؟ بقول له انت هيجي لك انت هيجي لك من الفانكشن بتاعت اللي هي بتاعت البوست اهي، هيجي لك من الفانكشن بتاعت البوست هيجي لك اتنين فانكشن، اتنين كول باك فانكشن. الكول باك فانكشن الاولانيه اللي هي الريكوست والريسبونس والنكست تمام. طيب والكول باك فانكشن الثانيه اللي هي الباسبورد والاوثنتيكيت. طيب الاثنين دول هتروح يحطهم لي فين؟ هيروح يحطهم لي في الويب اي بي اي. طيب بعد ما يحطهم لي في الويب اي بي اي هيبدا ايه؟ يكسكيوت في الاولانيه، هيخلص الاولانيه.
طيب الاولانيه ما عملش فيها ريتيرن، معنى ان هو ريتيرن خلاص كسر وطلع بره، والتانيه ايه بالنسبه له كده كده مش شايفها لان انا مش مديله اي ابروفال عليها. طيب هيبدا ايه، ما فيش اي ايرور، ما فيش اي ايرور، هيبدا يلاقي ايه الفانكشن اللي هي اسمها نيكست. طيب نيكست هنا بتعمل ايه؟ نيكست هنا بتقول له خش بقى على الكول باك فانكشن الثانيه، خلاص انا كده خلصت، انا ما عنديش اي مشكله، اولا انا مثلا كنت مستني داتا معينه او اي حاجه، خلاص نيكست انت بقى خش على الكول باك فانكشن الثانيه. هيبدا يخش على الكول باك فانكشن الثانيه، يعمل لها اكسكيوت ويبدا ايه يطلع الايه الايرور بتاعنا. وبالنسبه له هو كده كده كل الكلام ده بيحصل في الويب اي بي اي والاكسكيوت، فبالنسبه لك كده كده البرنامج لو في يعني ما فيش فانكشنات حاجه بره الفانكشن دي خالص اللي هي البوست وايه، وطبعا عمال ياخد ريكوستات ثانيه وشغال فيها وما عندوش اي مشكله خالص. تمام. طيب حاجه بس اخيره عشان ما تتلخبطش، النكست اللي فوق دي والنكست اللي تحت. النكست اللي فوق دي انا قلت لك ان دي بتاعه الايرور، بتاعه الاكسبريس ايرور، بحيث ان هو لو حصل ايرور فجائي زي اي ايرور ممكن يحصل كان هيبدا يطلع لك، كان بيطلع لنا، خلي بالك لما كنت بشرح الفيديو اللي فات كان بيطلع لنا صفحه فيها الايرور وكنت بقرا منها الايرور اللي هو بيقول لك فيلد ديسيريالايزد او فيلد سيريالايزد. طب هو الايرور ده كان جايبه منين او هو عرفه منين؟ النكست دي لما كانت بتبدا تقول له ايرور او يحصل الايرور كان بيبدا على طول يروح يوديك للاكسبريس، الاكسبريس ايرور بتاع السيرفر نفسه اللي احنا عملناه اصلا لما كنت بقول لك ده في ايرور اهو، كان بيبدا يوديك فين؟ كان بيبدا يوديك هنا. فين 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 الايرور 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 او فانكشن ديوز ونيكست كذا كذا لو 404، وكان بيبدا يخش على دي اللي هي الفانكشن اللي هي النيكست اللي كنا احنا كنا بنستعملها. تمام. وكان بيبدا يروح على الايرور والريكوست والريسبونس، وكان بيبدا ياخد المسج كانت بتطلع في الايرور كان بيطلع يطلعها لك، وكان بيبدا ايه يروح يبعتها للفايل اللي هو الايرور اللي هو دوت اتش بي اس، وبيبدا يعرضها لك عادي جدا في الصفحه بتاعتك. ادي كل ايه الفكره. طيب يبقى النكست دي خلاص احنا عرفنا بتاعت ايه اللي هي في الكول باك فانكشن. طب النكست الثانيه، النكست الثانيه دي اخر الكول باك فانكشن، دي اللي بتقول لك خلاص يا اما تخش على الكول باك فانكشن اللي بعدي يا اما ما تخشش، يعني لو هي مش موجوده هو زي ما شفنا بالنسبه له مش هيخش على الكول باك فانكشن الثانيه. طب لو موجوده معنى كده ان انا خلصت، خلاص عملت اكسكيوت ليا، خلاص نكست ابدا بقى هات الكول باك فانكشن الثانيه اللي هي محجوزه في الويب اي بي اي، ابدا نزلها على الاكسكيوت واعمل لها اكسكيوت، انا ما عنديش اي اعتراض. تمام. طيب الفكره في ايه؟ الفكره ان انت عندك اثنين كول باك فانكشن، الكول باك فانكشن الاولانيه ممكن تكون انت بتشيك على حاجه زي ما احنا بنشيك على حاجه، ففي ايرور انا همنع الكول باك فانكشن الثانيه ايه انها ايه تشتغل، فهبدا ان انا اقول له ريتيرن خلاص مفيش اي مشكله. طيب على فكره حتى لو شلت ريتيرن دلوقتي هو كده كده مش هيبدا يشوف النكست، ولا ممكن يطلع من الاف يكمل، لا لا هيطلع من الاف يكمل. تمام. انت لو شلت الريتيرن وعملت ايلس هيبدا ان هو ايه زي يعني فكره الريتيرن دي هتتكسر، وهيبدا ان هو ايه خلاص اف ما شافش حاجه، فبالنسبه له مش هيشوف النكست، لكن لو شاف النكست هيبدا ايه يروح ينادي على الكول باك فانكشن الثانيه اللي هي بقت محجوزه خلاص في الويب اي بي اي، يبدا ينزلها على الاكسكيوت ويعمل لها اكسكيوت. طب خلينا نبدا نسيف ونشوف اللي هيحصل. تمام. طيب خلينا نبدا نسيف اهو، نبدا نجيب السايد ان تاني. طيب مبدئيا انا مش هحط اي حاجه، هيبدا يقول لك مثلا بليز ميل كذا كذا، ماشي لغايه دلوقتي احنا شغالين. طب خلينا نحط ميل مش موجود ونحط اي باسورد. تمام. ونعمل ساين ان، بدا يقول لك ذيس يوزر نوت فاوند. طب خلينا نحط الميل الموجود بتاعنا ونحط مثلا اي باسورد، نعمل ساين ان، بدا يقول لك ايه رونج باسورد. طب خلينا نحط الميل الموجود بتاعنا وما نحطش الباسورد، بدا يقول لك بليز انتر يور باسورد، بليز انتر يور باسورد ايه مور ذان 5. معنى كده ان هو الاثنين فاليديشن بداوا يشتغل، او الاثنين كول باك فانكشن بداوا يشتغلوا. الكول باك فانكشن الاولانيه اللي هي بتاعت الريكوست والريسبونس والنكست، لو خلصها وطلع منها بيبدا يعمل نكست عشان يخش ايه في الكول باك فانكشن الثانيه. لو انت شلت النكست مش هيبدا ان هو اصلا يشوف الباسبورد اوثنتيكيت، وهتفضل محجوزه عنده دايما في الويب اي بي اي ومش هيتعمل لها اكسكيوت ابدا. يعني هي فانكشن مكتوبه ومعموله وكل حاجه وبتروح للويب اي بي اي وكول باك فانكشن وما عندوش اي مشكله، بس بالنسبه له انت ما بتقولوش نكست، يعني مش مديله ابروفال من الكول باك فانكشن اللي قبلها، فبالنسبه له هو مش هيبدا يشتغل. طب انا اصلا لو لما كنت شغال قبل ما احط الكول باك فانكشن الاولانيه اللي هي ريكوست والريسبونس والنكست ما كنتش ايه حاطط اللي هي الفانكشن النكست اللي انا بقول له ايه روح اعمل نكست بسرعه. طب انا ما كنتش حاطها ليه؟ لان هي كانت كول باك فانكشن واحده، فكول باك فانكشن واحده كان هيروح على طول ايه يوديها للويب اي بي اي ويبدا ينزلها للاكسكيوت، لان ما فيش ايه ما عليهاش اي ابروفال من ايه من كول باك فانكشن ثانيه. تمام. طيب احنا النهارده كده يعتبر الحمد لله خلصنا، يعني خلينا النهارده بس فيديو خفيف كده عشان ايه ما نقطعش عليكم اكتر من كده، عشان بس الفيديوهات اللي فاتت كانت تقيله والباسبورت الصراحه كان شرحه تقيل، او مش شرحه تقيل يعني عشان تفهموا، يعني لو فهمتوا ان شاء الله من اول مره يبقى كويس، ما فهمتوش حاول تراجع برده الفيديو مره واثنين وثلاثه، ولو في اي مشكله ما عنديش مشكله ايه ممكن اعيد شرحه تاني او ان انا اشرحه لك في فيديو خاص ليك لوحدك، والله ما عندي مشكله.
تمام. طيب احنا كده فهمنا الحمد لله الباسبورت، بدأنا نعمل ايه الاوثنتيكيشن مع الساين ان، الفاليديشن مع الساين ان. ناقص لي بس حاجه اخيره، ان انا باذن الله المره الجايه هبدا اخد الساين اب دي وابدا اعمل لها اوثنتيكيت، يعني هعملها هشتغلها بقى بالباسبورت اوثنتيكيت. بس زي ما قلت لك ما تنساش ان انت ايه تقفل السيشن علشان ما يبداش ان هو واحد يعني مثلا يوزر داخل يعمل ساين اب اللي نفسه بدا يخش على الراوتر. بعد ما نعمل الساين اب بالاوثنتيكيت هنبدا بقى نعمل الفاليديشن بالراوتنج، يعني امتى اليوزر يخش على، يعني مثلا ما ينفعش ان انا ايه اي يوزر يخش على البروفايل بتاعه ولا لما لازم يبقى عامل ساين ان، يبقى لازم اشيك ان الراجل عامل ساين ان ولا مش عامل ساين ان. بعد كده هنبدا بقى ان شاء الله نرجع بقى للبوت ستراب شويه. وطبعا احنا كنا شايفين هنا هما مش شغالين هنا، مفيش اي حاجه. الساين ان انا كنت بكتبها بايدي وبخش على الساين ان، الساين اب نفس الكلام، الانفو البروفايل نفس الكلام. هنبدا بقى نظبط الكلام ده كله ونلم الكلام ده كله ونبدا بقى نرجع ليه. مثلا المفروض لما ادوس هنا براند يبدا يجيبنا على الصفحه الاولانيه، خلينا بس نرجع للصفحه الاولانيه، انا نسيتها خالص والله، او كنا لسه شايفينها الفيديو اللي فات. ادي الصفحه الاولانيه، هنبدا بقى ان احنا ندوس باي مثلا ونبدا بقى نشوف الشوبينج كارد بتاعتنا، نخش عليها ونشوف بقى الدنيا منظمه ازاي. بعد ما نخلص كل الكلام ده نبدا نخش على الادمن. بص الحمد لله الباسبورت هو اللي لمنا كل حاجه، كل الفيديوهات اللي جايه بعد كده هتلاقيها حاجات في الخفيف يعني ان شاء الله باذن الله. اهم حاجه ما تنسونيش من صلاح دعواتكم، واشوفكم باذن المره الجايه على خير. شكرا، سلام عليكم.